أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صدق الله العلي العظيم. الله من العصور السابقة أيام رائعة كانت في العصور السابقة، نفسيات طيبة وكريمة، العهود الماضية مجتمعات سليمة، فلان من المؤمنين الذي توفي قبل 5 سنوات كان من الطيبين، فلان الذي توفي قبل 10 سنوات كان من الطيبين. أساسا في العصور السابقة الطيبون عددهم أكثر، واليوم قلوا. تلك النفوس الطيبة التي كانت اليوم أقل. هذا الكلام الذي نسمعه ونقوله أيضا إجمالا صحيح، ولكن 3 تعليقات لي على هذا الكلام الذي نقوله نحن أيضا. التعليق الأولى: فلان من الطيبين وفلان من الطيبين، من هم هؤلاء؟ هؤلاء أنا وأنت. دائما أو كثيرا ما نتحدث عن أناس آخرين طيبين. لماذا لا نتحدث عن أنفسنا؟ ينبغي أن يكون المجتمع مجتمعا طيبا. من هو هذا المجتمع الطيب؟ المجتمع الطيب أنا، أنت، ابن عمي، ابن خالك، صديقي، صاحبك، زميلنا. المجتمع من هو؟ الناس الطيبون الذين كانوا في العصور السابقة ما خلقهم الله كتلة واحدة طيبة مرة واحدة. هذا كان إنسانا طيبا، الثاني كان طيب، الثالث، الرابع، العاشر، صار المجتمع مليء بالطيبين.
نتوقع من الآخرين أن يكونوا طيبين، كأنه الطيب شيء يخلق مرة واحدة في الناس. تصرفاتي أنا أولا، المجتمع الطيب مؤلف من كذا عدد من الناس الطيبين، أحدهم أنا، أحدهم أنت. في الثروة المالية القضية واضحة، أنت تريد أن تملك مبلغا معينا، هذا المبلغ المعين مرة واحدة لا يأتيك، تجمع تجمع تجمع، تتمكن أن تحصل على هذا المبلغ بعد فترة فتؤدي به شيئا، تشتري دارا مثلا. شيئا فشيئا، المجتمع هكذا. لا، في العصور السابقة المجتمع كان طيبا، المشاكل كانت أقل. أبدا، المشاكل كانت من جهات أكثر من مشاكلنا، ومن جهات أقل من مشاكلنا، طبيعي. المشاكل تزيد في جانب، تنقص في جانب. الشخص الطيب في العصور السابقة كان أيضا يتحمل، كان أيضا يصبر، كان يستعمل الحلم مع زوجته، كان يستعمل الحلم مع صديقه وأخيه، كان فلان يظلم فلان فيصبر على ظلمه حتى أصبح إنسانا طيبا، كانت مشاكل، كان الشخص يصبر يتحمل بالمقدار الذي أمره الله سبحانه وتعالى. لا نقول لماذا المجتمع فاسد، المجتمع غير طيب، بل أقول لماذا أنا لست طيبا. التعليق الثاني، العهود السابقة والعصور السابقة كانت عصور الناس الطيبين، أنا أقول الآن أيضا العصر عصر الطيبين. الزاوية التي ننظر منها إلى الناس مختلفة. أنظر إلى مساوئ الناس أرى الناس سيئين، أنظر من زاوية حسن الظن ترى الناس طيبين. في العصور السابقة أنا أعرف شيئا قليلا عنهم، الذي سمعته عنهم والذي عايشته أيام طفولتي. أيام الطفولة الإنسان عادة لا ينظر نظر سوء ظن، هو طيب الطفل، نظرته إلى الناس نظرة حسن ظن بطبيعته، إلا في موارد طبعا، فينظر الأشياء الطيبة. اليوم يريد أن ينظر بدقة بالغة، يجعل أفعال الناس تحت المجاهر ويرى الناس ناس طيبين. لا، نظرتك اختلفت. اجعل نظارة بيضاء، لا تجعل نظارة سوداء. كل شيء أسود؟ لا، أساسا كل شيء أبيض. ثم انظر إلى الناس ترى أناس بكثرة أناس طيبين. قد لا ننكر، ربما أقول قد لا ننكر وجود عدد أكبر في العصور السابقة، ولكن اليوم أيضا عدد الطيبين ليس قليلا. التعليق الثالث، أساسا من هم الطيبون؟ ما هي مواصفات الإنسان الطيب؟ المصدر الأساسي لهذه الأمور ولغيرها طبعا الآيات القرآنية المباركة والأحاديث الشريفة. نرجع إلى الآيات القرآنية الكثيرة، نبحث
يحتاج إلى بحث، يحتاج إلى تحقيق. الآيات القرآنية فيها عمق كبير، الأحاديث الشريفة تتحدث عن جوانب كثيرة. لا، لا تراجع لا الآيات القرآنية الشريفة ولا الأحاديث الشريفة، وسهل لك الأمر جدا جدا، ولا تسأل عن أي أحد، اسأل عن نفسك فقط. سبحان الله، كل البشر، كل عقلاء البشر بلا استثناء يعرفون بعض الضوابط الصحيحة للإنسان الطيب. حتى المجرم، حتى السفاك للدماء، حتى أسوأ الناس، حتى أسوأ الناس إذا سأل نفسه ما هي مواصفات الإنسان الطيب، عنده بعض المواصفات الصحيحة للإنسان الطيب. لا تراجع آيات قرآنية، لا تراجع روايات شريفة، اسأل نفسك من هو الإنسان الطيب، تعرف ما هي مواصفات الإنسان الطيب، تعرف بعضها على الأقل. من جملة مواصفات الإنسان الطيب التي لعله أقول يعرفها أكثر البشر ما ورد في الحديث الشريف في حديث 400. هذا الحديث عجيب جدا. الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام علم أصحابه 400 شيء مختلف، أمور دينية، أمور دنيوية، أمور جسمانية، أمور روحية، أمور نفسية، قضايا تاريخية، آثار أخروية، ثواب أعمال، شيء عجيب. حديث 400 في آخر كتاب الخصال للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، 400 شيء في حديث واحد. طبعا لعله ما كان في وقت واحد جمعت هذه الكلمات في حديث شريف واحد. لعله في هذا الحديث الشريف في مقطع منه يقول المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هذه من مواصفات الإنسان الطيب، الإمام عليه الصلاة والسلام يقول نفسه منه في تعب والناس منه في راحة. هذه الصفة لعل أكثر البشر يعرفون أنها من صفات الإنسان الطيب، يتعب نفسه لكي لا يتعب الآخرين، يتحمل لكي لا يحمل الآخرين. طبعا الآخرون يرضون عنه أو لا، قد لا يرضون عنه. سيد الأولين والآخرين الناس ما رضوا عنه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله. قد يرى شخص أنه يؤذيه، قد يرى، ولكن هو لا يؤذي الناس، هو لا يحرج الناس، هو لا يجعل الناس في زاوية حادة، وبالعكس عن نفسه هو يتحمل. نفسه منه في تعب والناس منه في راحة. المجتمع السابق كان مجتمعا طيبا، لا أقول المجتمع اليوم مجتمع طيب، لا أقول شيء آخر، أنت طيب، أنت طيب. نعم، يحتاج الإنسان إلى تنمية هذا الطيب. أسس الطيب موجودة فيك، القضية بحاجة إلى تنمية، والتنمية تنمية دفعوية قد تكون صعبة، التنمية التدريجية ليست صعبة. في كل يوم تجمع 100 فلس ليس صعبا. تريد أن تجمع كل يوم 1000 دينار براتب عادي؟ صعب. أما تريد أن تجمع مبلغا زهيدا بسيطا 10 فلوس ليس صعبا. بعد 20 سنة 10 فلوس كم تكون؟ مبلغ كبير. أريد أن أصبح إنسانا طيبا بالمواصفات الكبيرة دفعة واحدة، فيه صعوبة، ممكن ولكن فيه صعوبة. وبعض الناس أصبح هكذا، الحور أصبح هكذا في لحظات،
خرج من قعر جهنم تصدر الجنة، ممكن طبعا ببركات المولى سيد الشهداء صلوات الله عليه، شيء ممكن ولكن صعب. أما تدريجيا تريد أن تصعد، أسس الطيب موجودة فيك، أنت طيب أصلا، أنت الآن إنسان طيب، من طيبي هذا الزمن وهذا العصر. نعم تحتاج إلى تنمية، في كل يوم نقطة واحدة إيجابية زدها في حياتك، نقطة واحدة صغيرة سلبية أزلها من حياتك، صغيرة تنمي هذا الطيب. أنت طيب تصبح طيبا جدا، الثاني يتعلم منك، الثالث يتعلم منه، يصبح المجتمع كما كان سابقا وأفضل. ليس بالضرورة أنه دائما المجتمعات تكون إلى الأسوأ، لا، قد تكون مجتمعات ترتقي على الأقل في عهد في عصر. وتعلمون إحدى الأمور المؤثرة جدا 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 تكوينيا والمؤثرة أثرا مباشرا بالمباشرة، الطيب الذي يعيش في أجواء طيبة عادة يكون إنسان طيبا، يتأثر، كن طيبا أخوك ليكن طيبا، ابن عمك ليكن طيبا، أجواءك أجواء طيبة، من يكون في هذه الأجواء يصبح طيبا. تأثيرك تأثير تكويني، سبحان الله، هذا شيء جدا عجيب. الإنسان الطيب وجوده في مكان يعطي إشعاعات طيبة، حتى لو ما تكلم مع أحد، وجوده شكله غير الآثار التي تكون بالمباشرة، بالكلام، بالمرافقة، بالسفر، هذه الأشياء أشياء ثانية أيضا. خلاص كلامي انتهى، أقرأ لكم بعض الروايات الشريفة، كلامي لا يسوى كثيرا. كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام النوراني في حديث شريف الكافي الشريف عن الإمام أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، سئل عن قوله تعالى وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، من هم هؤلاء؟ ما هي النماذج الراقية؟ ما هي النماذج الأولية؟ أولى وأول شيئان. فقال عليه الصلاة والسلام الآية ما هي؟ وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. هدوا، هؤلاء اهتدوا، من هم هؤلاء؟ قال عليه الصلاة والسلام ذاك حمزة وجعفر وعبيدة وسلمان وأبو ذر والمقداد بن الأسود وعمار، هدوا إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه، اللهم صل على محمد. هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، هدوا إلى أمير المؤمنين، اهتدوا إليه. هذا الطيب من القول، هذا الصراط الحميد. وفي قوله تعالى، يعني سئل عليه الصلاة والسلام نفس الرواية الشريفة، وفي قوله تعالى حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، يعني أمير المؤمنين، اللهم صل على محمد وعلى محمد، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فلان فلان فلان، لا علينا بهم. في حديث شريف آخر في الكافي الشريف أيضا عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل، هذه آية أخرى، الحديث الشريف الأول كان في قوله تعالى وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، هذا الحديث الشريف في تفسير آية قرآنية أخرى في قول الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه،
قال عليه الصلاة والسلام: ولايتنا أهل البيت. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولايتنا أهل البيت وأهوى بيده إلى صدره، فمن لم يتولنا لم يرفع الله له عملا، والعياذ بالله تعالى. في حديث شريف آخر في تفسير الإمام العسكري عن جده الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، في تفسير هذه الآية نفسها، الآية الثانية: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. في تفسير هذه الآية المباركة: إليه يصعد الكلم الطيب، قال عليه الصلاة والسلام: ما هو هذا الكلم الطيب الذي يصعد إليه؟ قال عليه الصلاة والسلام: قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلي ولي الله وخليفة محمد رسول الله حقا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وخلفاؤه خلفاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. إليه يصعد الكلم الطيب، هذا الكلم الطيب. والعمل الصالح يرفعه، ما هو؟ والعمل الصالح يرفعه، قال عليه الصلاة والسلام: علمه في قلبه بأن هذا الكلام صحيح كما قلته بلساني. العقيدة يعني ليس فقط قول باللسان، اعتقاد. في حديث في نفس هذا الحديث بسند آخر في هذه العبارة، العبارة هكذا: والعمل الصالح الاعتقاد بالقلب أن هذا هو الحق من عند الله لا شريك فيه من رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نتحدث عن ماذا؟ عن الطيب، وهدوء إلى الطيب من القول، هدوء إلى أمير المؤمنين. عندك أنت أم لا هذا الشيء؟ إليه يصعد الكلم الطيب ولايتنا أهل البيت، عندك أم لا؟ الطيب موجود عندك أم لا؟ أسس الطيب موجودة عندك أم لا؟ طيب المولد، الرواية الشريفة سمعتموها، تعرفونها، أمر بالشكر، أمر على الشيعة أن يشكر الله عز وجل على بادئ النعم. قيل: وما بادئ النعم؟ وما بادئ النعم؟ قالوا، أكثر من رواية شريفة، أكثر من معصوم صلوات الله عليه، قالوا: طيب الولادة. طيب الولادة، هذا الطيب موجود عندك أم لا؟ مولدك طيب، عقيدتك طيبة، في حديث شريف على ما أتذكر عن المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لعل هذا نص الحديث الشريف أو قريب من النص: المؤمن يتقلب في خمسة من النور: مدخله نور، مدخله لعله المقصود مدخله إلى الدنيا، مدخله نور، ومخرجه نور، وعلمه نور، وكلامه نور، ومنظره يوم القيامة إلى النور. اللهم صل على محمد وآل محمد. لعل هذا النص عبارة الإمام على ما ببالي الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه. عندك أنت الأسس أم لا؟ الأسس موجودة. لا أقول طيب المولد، طيب ما قبل الولادة وطيب الولادة وما بعد الولادة، طيب العقيدة. والله لعل العبارة أيضا هكذا عن المولى، الحديث مرة ذكرته لكم هنا،
عن الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام: والله ما شيعتنا إلا صديق شهيد. عجيب عجيب جدا، شيء غريب يعني. زيد بن أرقم هو الذي يروي الحديث الشريف، زيد بن أرقم قفض: ما شيعتنا إلا صديق شهيد، كلهم صديقون شهداء. استشكال كيف يكونوا شهداء وعامتهم يموتون على فراشهم؟ هو استشكال الإشكال الثاني، الإشكال الأول ما ذكره، كيف يكونوا كلهم صديقين؟ صادق، هذا الإنسان الصادق الذي لا يكذب، صدوق، الإنسان شديد الصدق، صديق، كلهم صديقون. هذا طبعا ما اعترض، اعترض الاعتراض الثاني حتى الاعتراض الأول. فالإمام عليه الصلاة والسلام، الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، قرأ الآية المباركة في سورة الحديد، قال له: ألم تسمع قول الله عز وجل في الحديد، يعني في سورة الحديد: والذين آمنوا بالله ورسوله، أو الذين آمنوا بالله ورسوله، أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. طبعا هذا يحتاج إلى تفسير، الآية المباركة والحديث الشريف كيف يكونوا صديقين. بعض العلماء قالوا هذا صديق في عقيدته، عقيدته ليست عقيدة صادقة وليست عقيدة صدوقة، عقيدة صديقة، فالله عز وجل يعتبره صديقا. الناس لا يعتبرونه صديقا ولا يعتبرونه صدوقا ولا يعتبرونه صادقا، ليس مهما. ولذا الله عز وجل يقول: أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. الناس لا يعتبرونهم، ليس مهما أصلا. الناس ما يعتبرونهم شهداء، لا يعتبرونهم، ليس مهما أصلا. أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم، الله يعتبرهم صديقين شاء الناس أم أبوه، الله يعتبرهم شهداء شاء الناس أم أبوه. أنت هكذا طيب، ليس طيبا عاديا، قمة الطيب في العقيدة. يبقى شيء، كل شيء طيب، يبقى شيء واحد، عمل طيب. بين هذه الأشكال، هذه الأمور المهمة من الطيب الموجودة فيك، يبقى شيء واحد، أضف هذا الشيء، أضف طيب العمل، طيب التصرف، تصبح قطعة من الطيب، تصبح كتلة من الطيب. هذا الشيء ممكن أم لا؟ لغيرك غير ممكن، أصلا مستحيل، لأن جوانب أخرى غير طيبة، حتى لو كان طيب العمل لا يصبح كتلة من الطيب. أنت الجوانب الأخرى مضمونة، جانب واحد يبقى. نعم أنت الطيب، هذا الطيب يحتاج إلى تنمية، التنمية ليست صعبة مع كل تلك الأمور. أبارك لكم الذكرى السعيدة العطرة لميلاد سيدنا ومولانا الإمام أبي الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا زيارته في الدنيا، أن يرزقنا خدمته وخدمة آبائه وأبنائه الطاهرين في الدنيا، أن يرزقنا شفاعته وشفاعة آبائه وأبنائه الطاهرين في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجه. اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه، وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.